تتجاهل بعض المؤسسات التعليميه الخاصه حقوقا اساسيه للمعلمين والمعلمات العاملين لديها ويتمثل ذلك بالحرمان من الاجازات المرضيه والسنويه او من خلال عدم دفع الاجور المحدده وعدم الالتزام بالعقود هذه التجاوزات دفعت مجموعه من المعلمات لعمل مبادره لتوعيه معلمي ومعلمات القطاع الخاص بالتعرف على حقوقهم والمطالبه بها بغيه تحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي لهم وعدم التعدي على حقوقهم في الوقت الذي يقوم فيه المعلم بصب كامل جهده لتعليم وتوعيه الطلاب، تكافئه بعض المدارس الخاصه بحرمانه من حقوقه. ولان المعلم هو من يقود الوعي والتغيير، جاءت حمله قم مع المعلم. هدف الحمله رفع الوعي عند معلمي ومعلمات القطاع الخاص، وخاصه في الاجور والاجازات. واليوم الحمله تغطي محافظات المملكه كافه. مطلبنا هو من وزارة التربية والتعليم أنها تضمن تطبيق هذا النظام الذي صدر بحيث أنه بشهر 6-2019 لا ترخص إلى المدارس التي تقدم كشوفات بنكية تضمن تحويل رواتب معلميها للبنوك لأنه بضمن لها كثير حقوق فيما بعد تشكل المدارس الخاصة ما يقارب 44% من العدد الإجمالي للمدارس ما يعني أن حوالي نصف الطلبة يدرسون في مدارس خاصة في حين توظف هذه المدارس أكثر من 35 ألف معلم ومعلمة ومعنا مدير اداره التعليم الخاص في وزاره التربيه والتعليم الدكتور سامي المحاسيس دكتور صباح سهل الخير اهلا وسهلا فيك معنا شكرا. رغب اقرار نظام المعدل لنظام المؤسسات التعليميه والخاصه اللي صار قبل ست شهور الا نعم. انه في بعض من المدارس الخاصه لغايه اللحظه مش ملتزمه بكل يعني هذا النظام ما رايك بهذا الموضوع؟ شكرا انا بدايه أن اشكرك واشكر جميع القائمين على قناه المملكة لمتابعة كل ما يتعلق بالعملية بالتع... التعلمية التعليمية نحن في وزارة التربية والتعليم بعد اللي هو صدور التعليمات الخاصة بالمدارس الخاصة فيما يتعلق بالتأسيس والترخيص فالنظام رقم 103 لسنة 2015 وتعديلاته نص في المادة 16 أنه لابد ان تلتزم المؤسسه التعليميه نعم. بتحويل راتب المعلم الى البنك او الى المحفظه الالكترونيه طمع. هذا القرار اصبح ساري المفعول 16 9 2018 طمع. يعني الان على جميع المدارس الخاصه ان تقدم ما يثبت انها قامت بتحويل الرواتب للمعلمين عن العام الدراسي 2018-2019 إلى الوزارة من أجل تجديد الترخيص للعام 2019-2020 يعني بنهاية كل عام ببعثوا لكم التقرير السنوي ولكن شهريا ما في متابعة شهرية بموضوع الرواتب لا متابعة شهرية ما في الآن م. كما ذكرت يعني الآن التعديل اللي صار على النظام 16-9-2018 اللي هو أجاز لوزارة التربية والتعليم أن تشترط على المؤسسة التعليمية حتى تجدد الترخيص تمام في العام القادم انه اخر السنه يعطوكم الكشف كامل الكشف كامل نعم. من من ست شهور لهلا تقريبا كم عدد المعلمين او المعلمات اللي اجوا واشتكوا عندكم بانه ما اخذوا رواتبهم مثلا او كان في تاخير على الرواتب شكرا انا بالنسبه لي استلمت اللي هو اداره التعليم الخاص تقريبا من 40 يوم مم. يمكن عدد الحالات كانت اللي هي في التاخير في تسليم الرواتب نعم. فقط وليس فقط. في وليس في تحويل الرواتب طب الى طب بموضوع تاخير الرواتب كان آه العدد خلينا خلينا العدد كان ثلاث او اربع حالات اللي هو تواصلت مع إدارات المدارس نعم. وتم حل الأمور مباشرة حتى المدرسة نعم. بدون ذكر أسماء على الهواء مباشرة تواصلت مع إدارة المدرسة وعدت مب... أنها لن تتأخر فكان الحديث انه هذا المعلم لديه التزام طبعا. هذا المعلم لديه اسره لديه بيت لديه اولاد فوعدت مديره المدرسه والحمد لله اوفت بالوعد اوفت بوعدها أوفت بواعد. يعني احنا عندنا مشكله تاخير بالرواتب ومشكله ايضا رواتب نعم. ايضا بشكل عام ايش المشاكل الاخرى اللي بيعانوا منها المعلمين والمعلمات بالقطاع الخاص غير الموضوع المادي حقيقه هي فيما يتعلق بالاجازه والعمل اثناء العطله المقرره للمعلمين نعم. يعني الان مثلا احنا عطله المعلمين والطلبه تبدا في 11/6/2019 بعض المدارس تطلب من المعلمين ان يقوم بالالتزام بالعمل في العطله الصيفيه وهذا يعود الى طبيعه العقد المبرم, بين, المبرم الطرفين. ما بين الطرفين هون ال... هون وزاره التربيه ما بتقدر تعمل شيء لانه هذا هذا العقد الموقع هذا العقد الموقع وبقبول الطرفين, الطرفين. بقبول الطرفين نعم ولكن في مدارس اخرى كمان خلال العطله الصيفيه او مثلا ما بتعطي رواتب خلينا اقول يعني الان فيما يتعلق بتحو بتح... او باعطاء الرواتب هو اغلب المدارس بتقوم بعملية العقد لغايه 30 6 من كل عام بس لكن في بعض المدارس ايضا تقوم باعطاء المعلمين اللي هو راتب لمده سنه كامله كامله، طب لما لما المدرسه بتكون عامله هذا العقد اللي هو 30/6 هذا لا يعد يعني آه بند مشحف بحق المعلم اللي بيكون موجود مع الطلاب طيله السنه، طب هدول الثلاث شهور زي ما حضرتك تفضلت هو نعم. عنده عائله وعنده التزامات شو بده يشتغل خلال هدول ثلاث شهور؟ انا يعني من خلال قناه المملكه اقول انه الحمد لله رب العالمين هذه الاعداد او هذه نسبه من يقوم بذلك هي قليله جدا نعم. انا من ايضا اتوجه الى المعلمين لابد من انه يتم هناك عقد لا يقبل ان يوقع العقد الا اذا كان لمده 12 شهر, شهر. لمده نعم. 12 شهر والمرجع الاول هو وزاره العمل نعم والفي ما يتعلق بتنظيم هذه طب العقود طيب لما بيجي معلم او معلمة بشكوى معينة لوزارة التربية والتعليم قديه نعم. بدكم وقت لتتابعوا بالقضية هل بيتم متابعة القضية بشكل فوري ولا المشتكي بده يستنى شوي والله انا الحمد لله رب العالمين كما ذكرت لك يعني اي معلم راجعني على ادارة التعليم الخاص في الوزارة نعم. اقوم بنفس اليوم بالتواصل مع إدارة المدرسة والحمد لله تعالى يعني في الشهر الماضي يوميا أقوم بزيارة المدارس الخاصة وهذا على فكرة عمل جديد بحقيقة بتوجيهات من معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني لابد أن نتواصل مع المدارس، لابد من زيارة المدارس، لابد من الوقوف على كل ما يتعلق بالتعليم الخاص، نعم. الآن أيضا ستة فيما يتعلق بالتعليم الخاص، التوجيهات أيضا بمراجعة أسس التأسيس وأسس الترخيص، إذا ما عرفنا يعني لدينا حوالي نصف مليون طالب مه. وكما ذكرتم في التقرير لدينا حوالي 35 ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص، هذا يعني أنه ثلث ثلث التعليم في الأردن خاص. يمثله قطاع إلا هو الخاص يعني عندما نحسب بالنسبة لعدد الطلاب 28% يشكل الطلبة على مقاعد التعليم الخاص نعم من ضمن الشكاوى أيضا بيشتكوا أحيانا المعلمات من موضوع الموضوع اللي بيصير وقت حمل المعلمات او مثلا ما بعد ولادتهم ايضا بتصير احيانا بعض المدارس تضغط عليهم بانه خلص تترك او مثلا ما يكون في دفع لراتبها خلال ال يوم اجازه الامومه اللي لها ها. ايضا بهذا الموضوع يعني كيف بتقدروا توقفوا اكثر بجانب المعلمات تدعموهم تكون في تفتيش دوري على المدارس من هاي الناحيه ايضا ستي كما ذكرت انا بقول اهم شيء المعلم عند او المعلمه عندما ما يقوم بالتوقيع على العقد الاصل انه يكون واضح للطرفين نعم. ويكون متفق عليه من بدايه الامور البنود اللي موجوده في العقد انه المعلم ما يوقع عليها مجرد انه فقط ليستلم العمل م. لابد انه ممكن يعرضها على احد المحامين تمام. يفهم يأ... شو الموضوع ويفهم شو كل عق... كل بند من هذا البنود الموجود في العقد ان يكون واضح لديه، م. اي معلم زي ما ذكرت لك براجعنا ان شاء الله تعالى وخلينا نقول احنا من خلال ان شاء الله في تواصلنا مع وزاره العمل لابد انه ننظم هذا العقد بحيث يكون واضح للمدرسه وواضح ايضا للطرف الاخر وهو المعلم او الاداري الذي يعمل في المدرسه. نعم، خلينا بس بما انه يعني حضرتك موجودة عندنا نستغل وجودك ونسال فضل. عن موضوع الزيادات يعني المتواليه دائما على اقساط المدارس الخاصه هل يعني تم الحد من هذا الموضوع او خلينا نقول السيطره على هذا الموضوع لانه كل سنه بنصدموا الاهالي اولادهم بيكونوا متعودين على هاي المدرسه نعم. قبل ما يبلش الفصل جديد والله احنا رفعنا والله احنا زدنا الباص والله احنا زدنا نعم. مش عارفه شو نعم. والله الدنيا غليت فهل سيطرتوا على هذا الموضوع شكرا فيما يتعلق بزياده الرسوم المدرسيه ستي يحكمنا اللي هو معدل التضخم للعام السابق، يعني لا. الان عندما نريد اي مدرسه ترغب في زياده رسومها للعام القادم 2019 2020، م. لابد ان نربط ذلك بمعدل التضخم لعام 2018. م. معدل التضخم من خلال دائره الاحصاءات العامه تمام الان تقريبا تقدم تسعة 19 مدرسه الان عندنا هذه المدارس تقدمت من اجل زياده الرسوم للعام القادم، لدينا لجنه في الوزاره آه هذه اللجنه درست كل الطلبات المتقدمه م. من هذه المدارس وحللت هذه الطلبات، اغلبها تجديد الاسطول السياره الباصات في المدرسه او اضافه طابق اخر او م. اللي هو انشاء ملاعب او المختبرات الى غير ذلك، اذا اقتنعت اللجنة أن هناك أسباب موجبة م. لزيادة الرسوم للعام القادم ما في مشكلة في ذلك من كتاب رسم لتلك المدرسة وإن شاء الله بالموافقة, بالموافقة نعم وإذا ما اقتنعتوا إذا ما اقتنعنا بنعتذر من المدرسة اللي تقدمت في هذا كله يعتمد على دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بمعدل التضخم لعام 2018 تمام. وهذا العام إن شاء الله تعالى القادم سيتم متابعة أي مدرسة من المدارس يتم إرسال كتاب رسمي إلها بزيادة الرسوم مثلا أحد المدارس تقول أنه بسبب رفع الرواتب المعلمين بنسبة 5% م. الآن من خلال الزيارات الميدانية إن شاء الله تعالى راح تتأكدوا من نتأكد يعني. وراح نقارن ما بين رواتب المعلمين لعام 2018 ولرواتب المعلمين لعام 2019 وبدي ست تعرف أيضا إحنا كوزارة تربية وتعليم إحنا هدفنا مع المدارس الخاصة انه نتعاون معهم ونقدم لهم جميع التسهيلات لانه هدفنا التطوير والتحسين وليس ايضا ايقاع العقوبه بحد ذاتها يعني نعم. الحمد لله دائما توجيهات معالي الوزراء في وزاره التربيه والتعليم للقطاع الخاص هو يعتبر شريك استراتيجي لوزاره التربيه والتعليم نعم. هذا الشريك نقدم له كل ما نستطيع من ضمن ان نحافظ ضمن النظام وضمن التعليمات وايضا الان لدينا صدد إلا هو مراجعة التشريعات التربوية المتعلقة بالتعليم الخاص يعني نعم. الآن إن شاء الله تعالى ستصدر تعليمات تنظم العمل في المراكز الثقافية وأيضا في اللي هو التأسيس وترخيص المدارس ورياض الأطفال نعم نشكرك مدير إدارة التعري... التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم دكتور سامي المحاسيس شكرا لك شكرا إليكم ومرة ثانية شكرا لجميع القائمين على قناة المملكة ويسعد صباحكم جميعا أهلا وسهلا شكرا.